السلام عليكم، معكم دكتور صيدلي محمود قريطان. النهارده هنتكلم عن ارخص ادويه لتعالج البرد ولتعالج التهابات جيوب الانفيه. معانا النهارده 3 ادويه ممتازين وفعالين في علاج البرد والتهابات جيوب الانفيه. اول دواء معانا اللي هو سيمبراجايد كبسول. زي ما حضراتكم شايفين سيمبراجايد كبسول، الكبسولات دي عبارة عن مادتين، مادة السودو إفيدرين واللي بتشتغل كمضادة للاحتقان، وكمان مادة الأكريفاستين اللي بتشتغل كمادة مضادة للحيصية. السيمبراجايد ده هو سعره رخيص جدا، سعره 7 جنيه، فسعره رخيص. 10 كبسولات يعني الكبسولة حوالي ب70 قرش. السيمبراجايد بيستخدم لعلاج البرد والرشح والعطس والزكام، وبيستخدم كمان لعلاج التهابات جيوب الأنفية، حساسية الأنف الموسمية كمان اللي بالخاصة بتكون في فصل الربيع، والحساسية اللي هي نتيجة الحبوب اللقاح، نتيجة تعرض لحبوب اللقاح، الحساسية اللي بتبقى نتيجة تعرض للأبخرة والدخان، وكمان نتيجة التعرض للبرفيوم والعطور وغيره. استعمال الكبسولات دي من عمر 12 سنة فأكتر. استعمالها كبسولة بعد الأكل 4 مرات في اليوم. الكبسولات دي محدش ياخدها لو مريض ضغط عالي مرتفع، أو مريض عنده فرط نشاط أو زيادة في نشاط الغدة الدرقية، كمان اللي عنده احتباس في البول او تضخم بروستاتا حميد او تعب في القلب او فشل في عضلات القلب، بلاش ياخد الدواء ده. الدواء ده متميز وفعال جدا. تاني دواء معانا برضو ادويه رخيصه جدا اللي هو موسيدين بلس اس ار كبسول. زي ما حضراتكم شايفين موسيدين بلس اس ار كبسول برضه عبارة عن مادتين، مادة سودو إفيدرين اللي بتعالج الاحتقان، ومادة اللوراتيدين اللي بتعالج الحساسية. الدواء ده برضه بيسنج الحكة والرشح والعطس والزكام، نفس استعمال السيمبراجايد، ويعالج برضه التهابات جيوب الأنفية برضه، ويعالج الحساسية برضه الناتجة عن العطور والبرفانات وغيره. الموسيدين بلس اس ار كبسول ناس كتير معروف ومشهور قوي في السوق، عكس سيمبراجايد. السيمبراجايد ده يمكن يمكن منتج مش مشهور قد كده، بس هو منتج ملوش مثيل في السوق المصري. الموسيدين بلس برضو المنتجات المتميزه اللي سعرها برضو رخيص حوالي 9 جنيه يعني 10 كبسولات، يعني كبسوله ب 90 قرش. استخدام موسيدين بلس اس ار كبسول كبسوله كل 12 ساعه، كبسوله بعد الفطار وكبسوله بعد العشاء. برضه نفس المحاذير بتاعت السيمبراجايد، الموسيدين بلس اس ار ما يستخدمش للناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم او فرط نشاط الغده الدرقيه، او عندهم تضخم بروستاتا حميد، او تعب في القلب، برضه بلاش استخدام الدواء ده ليهم. السيمبراجايد والموسيدين بلس اس ار كبسول ده عباره عن كل دواء فيهم عباره عن مادتين، ماده الاحتقان وماده الحساسيه. معانا اخر منتج معانا اللي هو الزلتك اقراص. الزلتك اقراص زي ما حضراتكم شايفين هو عباره عن شريط 10 حبات عباره عن ماده الليفوسيتريزين، ودي ماده ممتازه جدا ومشهوره قوي في السوق المصري ولها منتجات كتير زيها، بس الميزه اللي فيه ده 10.5، رخيص خالص. كمان بيستخدم قرص واحد كل يوم، القرص واحد ده من للعمر اكتر من 6 سنين والكبار، قرص واحد كل يوم قبل النوم. ده بيستخدم لعلاج الحكة والعطس والرشح وحساسية الأنف الموسمية، والحساسية بتاعت جيوب الأنفية لو في نتيجة برضو زي ما قلنا استخدام العطور أو المهيجات المختلفة، سواء الأتربة والعفرة والتراب والدخان وغيره. وده استعمال قرص واحد كل يوم قبل النوم. الزلتك اقراص هو زيه الموسيدين بلس اس ار كبسول، زي السيمبراجايد. التلات ادويه دول ممكن يعملوا دوخه او دوار، عشان كده لو حد بيسوق بلاش اثناء القياده او السواقه حد يستعمله، عشان ممكن يدروخ شويه.
الأدوية دي ممتازة جدا وفعالة في علاج البرد والزكام وحاسي جيوب الأنفية، زلتك أقراص، موسيدين بلس السقار وسمبرا جايد. طيب بداية كده، الحاسي جيوب الأنفية لها نوعين، يا إما حادة يا إما مزمنة. حادة اللي هي بتقعد 4 أسابيع شهر، أما مزمنة لو استمرت أكتر من 8 أسابيع. وأسبابها كتير، التعرض للحب اللقاح، التعرض للأتربة، التعرض للدخان، المهيجات دي بتعمل حساسية والتهابات شديدة في جيوب الأنفية. طبعا علاجها لازم ترطيب الأنف وخاصة بمحلول ملح، كمان استعمالات الحاجات اللي هي الزيوت العطرية زي الموجود في الكاريتا زي أبو فاز برضو بيساعد كتير في علاج الأنفية، مع الأدوية اللي اتكلمنا عليها الزلتك والموسيدين والسمبرا جايد. وبرضو عشان تشخص ان انت عندك التهابات جيوب أنفية او حساسية في جيوب الأنفية ولا لا، المفروض زيارة الطبيب المختص وخاصة بالأنف والأذن والحنجرة اللي هيعرفك هل انت عندك حساسية في جيوب الأنفية وهل هي حساسية حادة ولا مزمنة ولا لا. احنا اتكلمنا عن تلات أدوية فعالة جدا ومتميزة جدا ورخيصة جدا. طبعا من راعي ان في الناس اللي عندهم حساسية جيوب الأنفية يبعدوا عن اي حاجة مثيرة للأتربة والتراب او في الربيع القش وحب اللقاح والكلام ده والأتربة وعدم الصيد والحاجات دي، يا ريت تبعد الحاجات دي، لان انت لو بعدت عن السبب اللي بيهيج ويعمل تهابات جيوب أنفية هيساعد كتير مع الدواء في جيوب أنفية. ويجب برضو محلول الملح، ترطيب الأنف بمحلول الملح هيساعد كتير مع العلاج وشرب المية الكتير. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.